اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان من متابعي برنامج اقوال النبوه. حاليا بندرس مجموعه حلقات بندرس فيها نصوص من الكتاب المقدس تتعلق بموضوع الاختطاف والضيقه العظيمه. درسنا نصوص مهمه وفي نصوص ثانيه كمان مهمه هندرسها، ودي فرصه لينا ان احنا ندرس كلمه الله، لان كلمه الله متسعة جدا. تعرفين داود النبي في مزمور 119، وده مزمور طويل، لكن في الآية 96 يقول عن كلمة الله: لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. وكلمة واسعة دي يمكن كلمة العربي ما بتعبرش بالضبط عن اللي كان بيفكر فيه داود النبي. الكلمة العبرية رحبة، رحبة جاية منها زي الكلمة العربية رحبة، رحبة، بس رحبة بالعربي هي واسعة زي بعض يعني، ولكن الرحبة بالعبري حاجة مختلفة. الرحبة بالعبري الآية بتقول كلمتك واسعة جدا أو متسعة جدا، رحبة مسواتيكا مياود، يعني مسواتيكا يعني الوصية أو كلمة الله يعني. رحبة بالعبري، رحبة بالعبري يعني لو انت بصيت لقدام مش هتلاقي حدود، مش هتلاقي، ومهما مشيت بتزداد اتساعك. طب ولو مشيت لورا نفس الكلام، لن ترى حدود. يعني الكلمة معناها كلمة رائعة جدا، معناها ملهاش حدود من كل الاتجاهات ودايما بتزداد اتساع. يعني ايا كان موضوع تأملك في كلمة الله ستجد عمقا، انها متسعة بلا حدود. يعني مش واسعة جدا يعني كبيرة، ولكنها متواسعة اذا جاز التعبير للفعل ده بالعربي يعني، وهي دائمة الاتساع. يعني ايا كان الفرصة اللي انت بتبص فيها لكلمة الله سوف تجد جديد، تجد معاني جديدة بدون اي حدود، بدون اي حدود. القديس الرب يسوع في متى 13 قال كلمة مهمة جدا، قال لهم: من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات. كاتب متعلم يعني واحد بيقرأ كلمة الله، يعني واحد بيدرس وبيتعلم في كلمة الله، يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه أو من كنزه، يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني إيه؟ يعني باستمرار في كلمة ربنا بنلاقي حاجات جديدة. يعني اوعوا تفتكروا انك هتيجي في لحظة معينة ما يبقاش في جديد ليك في كلمة الله، يبقى في حاجة غلط. حاجة غلط مش في كلمة الله، حاجة غلط فيا، في طريق دراستي، في مدى استعانتي بروح القدس. المهم ان تتوقع باستمرار جدد، وايضا تسمع الامور القديمه، لان احنا مش بنرمي الكنوز بتاعتنا في صفيحه القمامه يعني، لا، فدايما بنخرج جدد، بس الجدد اولا وعتقاء. لماذا اقول هذا؟ انا في بدايه هذه الحلقه احبائي عايز اثبت معاكم المبدئين دول: كلمه الله واسعه جدا، من يستطيع ان يحدها؟ مين يقدر يقول هو ده التفسير الصح؟ مين يقدر يقول ما ينفعش نفكر ولا نصلي ولا نتامل من اجل معرفه المزيد؟ يجب ان نكون جميعا كتبه متعلمين في ملكوت السماوات، نخرج من الكتاب المقدس، من كلمه الله الحيه، جدد وعتقاء. وهنطبق هذا المبدا النهارده انا وحضراتكم وحضراتكن كلنا مع بعض. من فضلك لو سمعت فكرة جديدة بتحاول تغير فكرة عتيقة ما ترفضهاش، لأن كلمة الله بتطلع لك جدد وعتقاء في نفس الوقت. في الحلقات اللي فاتت تقريبا، في الخمس حلقات اللي فاتت، درسنا نصوص مهمة عن الاختطاف. درسنا تسالونيك الأولى 4 من عدد 13 ل 18، درسنا كورنثوس الأولى 15 من عدد 50 ل 56 أو ل 58، درسنا بعض النصوص اللي احنا قلنا عليها بتلمس موضوع الاختطاف بشكل مباشر.
لان في نصوص اخرى بتتكلم عن الخطاف بس بشكل غير مباشر وهندرسها برضو. النهارده هندرس ثالث نص مهم في الكتاب المقدس بيتكلم عن الخطاف بشكل تقريبا مباشر، موجود في رساله تسالونيكي الثانيه. بقى احنا قبل كده درسنا تسالونيكي الاولى اصحاح 4، لكن دلوقتي هنروح بقى لتسالونيكي الثانيه. بعد ما سمعوا الكلام اللي فات حصلت حاجات، هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. نص مهم تعالوا نقراه مع بعض في الاصحاح الثاني من رساله بولس الرسول الى اهل تسالونيكي، ومن العدد 3، من العدد 1 و2 مهمين بس مش هندرسهم، مش هنقراهم يعني، هنجيب سيرتهم بعد شويه. لا يخدعنكم احد على طريقه ما، لانه لا يأتي. مين هو المسيح؟ المسيح مش هيجي إن لم يأتي الارتداد أولا. يعني المسيح مش هيجي غير لما تحصل حاجتين، أول حاجة هي الارتداد، وهنشوف دلوقتي ما معنى الارتداد. ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. بيتكلم عن ضد المسيح، لأن سر الاسم يعمل الآن فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. هقرا تاني العدد رقم 7 ده. لأن سر الاسم اللي هو ضد المسيح يعمل الآن، أو الآن يعمل، الآن يعمل فقط إلى أن ضد المسيح بقى مش هيظهر غير حاجة، إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأسيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. أنا عارف نص صعب زي معظم نصوص نبوات الأيام الأخيرة، ولكنه نص مهم. بداية من تسالونيكي، رسالة تسالونيكي الثانية كلها مهمة جدا، والعددين العدد 6 و7 اللي قرناهم، الآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. دول أهم آيتين في الإصحاح، لكن هندرس إن شاء الله. أنا بس قبل ما أدرس عايز أعرفكم أو أعيش معاكم إيه السياق العام، إيه الحكاية، إيه اللي حصل بالظبط. ألخص لكم اللي حصل بسرعة. الأول بولس الرسول زمان راح تسالونيكي وبدأ يبشر وكلمهم عن المسيح وكلمهم عن القيامة وكلمهم عن الاختطاف وكلمهم عن الضيقة العظيمة. ده إمتى؟ لما كان موجود. فاكرين هو في تسالونيكي الثانية يقول أما تذكرون إني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. فاكرين لما كنت عندكم ببشركم وكنت بقول لكم الكلام ده، والآن تعلمون ما يحدث. إذن بولس الرسول بدأ بالكرازة، وبعد كده كان في أمور كتيرة جدا شرحها لهم لكن كان فيها غموض، فراح كتب لهم بعد ما ساب تسالونيكي يعني وعرف إن عندهم أسئلة، كتب لهم الرسالة الأولى. وإحنا درسنا الرسالة الأولى أو درسنا بعض نصوص الرسالة الأولى، وقال لهم فيها كلام مهم جدا. صح 4 مثلا كتب كلام عن الاختطاف، وبعد كده يعني بعد ما كتب كده بقى مرت كنيسة تسالونيكي بفترة اضطهاد، فترة ضيق، ضيق عادي مش الضيقة العظيمة. وعلى فكرة ده يتكلم عنه بولس الرسول في الإصحاح الأول من تسالونيكي الثانية، قال لهم حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله. يعني كان بولس الرسول بيفتخر بتسالونيكي في كل الكنائس، لما يروح كرونسوس لما يروح أفسس يقول لهم شايفين تسالونيكي دي عظيمة جدا. إيه سبب عظمتهم؟ من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. إذن مرت بمشاكل وضيقات وآلام واضطهادات. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ حصلت حاجة غريبة جدا. جولهم معلمين كذبة من جوه الكنيسة وبدأوا يقولهم ايه؟
بدأ يقول لهم انت عارفين الاضطهاد اللي انتوا فيه ده، ده هو ده الضيقة العظيمة، انتم عايشين في الضيقة العظيمة. ودي بقى ضيقة بولس الرسول لما عرف بشكل مش عادي، لان هو كان علمهم انه انتوا كمؤمنين مش هتجتازوا الضيقة العظيمة، فلما قالوا لهم ان هي دي الضيقة العظيمة بدأوا بقى ايه يرتاعوا، بدأوا يتهزوا. ليه؟ لانهم كانوش متخيلين كده، فاكرين انهم امنوا بالمسيح يعني دي مصيبة. طبعا اي واحد مننا هيمر بالضيقة العظيمة تبقى مصيبة كبيرة، فين ايماننا؟ طبعا لن نمر باسم الرب يسوع وفي حماية دمه لن نمر في الضيقة العظيمة. عشان كده لو انتوا فاكرين ماري افرام السورياني لما قال اوعى تكون فاكر او بتتمنى انك تشوف بنفسك اللحظات دي، وراح اتكلم عن نبوءة عاموس ويل لمن يشتهي رؤية يوم الرب. راح بولس الرسول كتب لهم في الإصحاح الثاني: لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، لا ترتاعوا لا بروح، ما فيش حد يجي يقول لكم انا عندي نبوات ليكم انتم في الضيقه العظيمه، ولا بكلمه حد يبقى واقف يوعظ ويقول لهم ان الضيقه التي نمر بها هي الضيقه العظيمه، لا ده كذاب، ولا برساله كانها منا، واحد يكتب رساله كده زي اللي بيكتبها بولس الرسول يقول لهم انا بصلي لكم علشان انتم بتمروا بظروف صعبه، الظروف الصعبه بتاعتكم دي هي دي الضيقه العظيمه. بولس الرسول قال لهم اوعوا تمشوا ورا هذا الكلام، دي رسائل مزيفه، دول ناس حاولوا يغشوا كلمة الله ويقلقوا الكنيسة في تسالونيكي، وحاولوا يفهموهم ان الضيقة اللي بيمروا بيها هي الضيقة العظيمة، وطبعا ده مستحيل. الشعب اتألم وتهزت مشاعرهم، ما تخيلوش انه ممكن، وحتى بولس الرسول كتب لهم كده يقول لهم ايه ان لا تتزعزعوا ولا ترتاعوا، قال لهم فعلين تتزعزعوا وترتاعوا، يعني بلاش تتزعزعوا يعني تتهزوا to be shaken، تتهزوا ما تخلوش اي حد كده يهزكم ويهز ايمانكم، ولا تبكوا ولا يعني ما تصدقوش الكلام ده كله. ليه بقى؟ انا هقول لكم اللي انتوا فيه ده مش الضيقة العظيمة، اللي انتوا فيه ده مش بدايات المجيء الثاني. ليه؟ بدأ يقول بقى بولس الرسول الرسالة اللي احنا هندرسها النهاردة، هي دي الفكرة. اي حد فيكم يفتكر ان هو ككنيسة او كمؤمن هيجتاز الوقت الصعب بتاع الضيقة العظيمة، يروح فاتح تسالونيكي التانية صح 2 ويقرأ بقى اللي كتبه بولس الرسول: لا يخدعنكم احد على طريقة ما، يعني مهما كان اسلوبه، اسلوبه روحي، اسلوبه نفسي، اسلوبه اجتماعي، اسلوبه سياسي، ايا كانت الطريقة اوعوا تخلوه يخدعكم. ليه؟ ان الرب لن يأتي الا بعد حاجتين، في حاجتين اول ما يحصلوا المجيء يبدأ يشتغل، مدام الحاجتين دول ما حصلوش المجيء الثاني لم يبدأ بعد، ممكن يبدأ بعد ساعة، ممكن يبدأ بكرة، ممكن يبدأ في أي لحظة، بس في بداية المجيء يحصل الحاجتين دول. عشان أي حد يقولك بقى ده هو هنا، نستنى، عندنا حاجتين حصلوا ولا ما حصلوش. طيب، وده اللي احنا ندرسه بقى في حلقتنا النهاردة. عندنا مجموعة قضايا، بولس هنا بيتكلم عن الاختطاف علشان نبقى بس ايه نبقى واضحين من البدايه هنا، وبيقول وانا هتكلم معاكم عن اربع نقاط بالتحديد في هذا النص علشان ندرسه ونفهمه ونتمتع بيه ونفهم اكتر عن قصد الله التدبيري عن مستقبلنا. اول كلمه هنا جت في بدايه الاصحاح: ثم نسالكم ايها الاخوه من جهه مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه. خلي بالكم هو بيكتب لمين؟ بيكتب لتسالونيكي، دي الرسالة التانية اللي قبل كده في الرسالة الأولى كلمهم عن الاختطاف في صح 4 وكيف أننا في الاختطاف هنجتمع مع الله على السحاب. فاكرين الكلام ده؟ احنا درسناه موجود، الكلام ده عملنا عليه حلقتين كاملتين في النص بتاع تسالونيكي الاولى اصحاح 4 بيتكلم عنه هنا، بيقول ايه؟ طيب انا بقى عايز اتكلم معاكم دلوقتي عن مجيء الرب مش للدينونه، مجيء الرب للاختطاف هو مجيء واحد ولكن في احداث كتيره جدا، عن مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، مش مجيئه لدينونة العالم لكن إن احنا نجتمع إليه.
تعالوا. بالتأكيد القديس بولس الرسول هنا بيتكلم عن اللي قال لهم عليه قبل كده وهو الاختطاف، لما قال لهم بالتحديد نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، للاجتماع مع الرب اللي سماه هنا الاجتماع مع الرب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. هنا قالوا بقى الاجتماع، ودي إشارة واضحة، يعني إشارة فيهاش حاجة، يعني لكلمة معهم على السحب، في إشارة تجمعنا معه. أنا ما زلت عايز أقف عند الكلام، لأن كلمة إيه؟ اجتماعنا دي كلمة مهمة جدا. على فكرة الكلمة دي في اليوناني ما تكررتش في الكتاب المقدس غير مرتين، مرة هنا ومرة في عبرانيين 10، هي اجتماع الكنيسة. بس عبرانيين 10 بتكلم عن الاجتماع ده على المستوى الصغير، في رسالة عبرانيين يقول ايه؟ غير تاركين اجتماعنا، هي دي نفس الكلمة، هي الكلمة اليوناني اللي ذكرت هنا، هي نفس الكلمة ايسودون اجوجوجي، اجوجي اللي جت منها كلمة السيناجوجو اللي هو المجمع اليهودي، بسيناجوجيز، يعني هي الكلمة تكلم من مقطعين يونانيين. اجتماعنا دي يعني اجتماع الكنيسة، ودي ذكرت مرتين، مرة الكنيسة حاليا بتجتمع ازاي؟ كل مجموعة في حي أو في مدينة أو في قرية بيجتمعوا مع بعض وبيصلوا وبيعبدوا الرب وبيتعلموا كلمة الله وبيشتركوا في سر الإفخارستية. لكن في اجتماع تاني بقى، اجتماع تاني مهم جدا، اجتماع عام للكنيسة كلها. يبقى هو ذكر مرتين، الاجتماع الخاص اللي بيتم حاليا في عبرانيين 10، والاجتماع العام اللي بنتكلم عنه حاليا في رسالة تسالونيكي. الكلمة دي جت منها كلمة سيناجوجو، الكلمة دي معناها الكل بلا استثناء في مكان واحد، الكلمة معناها كده، الكل بلا استثناء في مكان واحد. الرب يسوع استخدم الفعل بتاعها، لكن الكلمة نفسها ما ذكرتش غير في عبرانيين وتسالونيكا، ولكن الرب يسوع مرة استخدم الفعل بتاعها في متى 23 لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجلة، كم مرة أردت أن أجمع، أنا يا ما كان نفسي أعمل منك اجتماع. الاجتماع ده اللي هو مين؟ اللي هو اجتماع الكنيسة، اللي هو اجتماع الكنيسة اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو آخر واحد هيبقى فوريفر للأبد في السماء في لحظة الاختطاف. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. في الاختطاف الرب سيجمعنا معه، تجميع للكنيسة لأول مرة، هنا بقى دي معلومة جديدة بنعرفها عن الاختطاف، لأول مرة تجميع لكل الكنيسة لأول مرة عبر التاريخ، سوف يجمع الكل وبلا استثناء، سوف يجمع الكل في ثلاث مستويات تاريخيا، يعني حضرتك وحضرتك مع كنيسة ماري جرجس وكنيسة العذراء مريم، العذراء مريم بالحقيقة وماري جرجس حقيقة، والكنيسة اللي كانت موجودة في القرن الثالث وكنيسة الآباء في القرن الثامن والتاسع والثلاثاشر، لأول مرة عبر التاريخ هنجتمع كلنا مع بعض. وجغرافيا، جغرافيا يعني ايه؟ يعني هيجتمع مع بعض اللي من مصر مع اللي من أمريكا مع اللي من إسرائيل مع اللي من البرازيل مع اللي من جنوب أفريقيا، أيا كان مكانك هنجتمع كلنا مع بعض. وثالثا نوعيا، يا ما اتقسمنا نوعيا، طوائف وكنائس وأسماء كتيرة، سيأتي وقت يزول التاريخ، تزول الجغرافيا، تزول الفروق النوعية، وتجتمع الكنيسة كلها مع الرب. ده اللي بيتكلم عنه الرب يسوع هنا. امتى الكلام ده يحصل؟ في الاختطاف. هنكمل مع بعض، ولكن استأذنكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل. أهلا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات، من مشاهدي ومتابعي برنامج أقوال النبوة بعد الفاصل، وإحنا في الجزء الثاني من حلقة النهاردة وبندرس النص، على فكرة النص مشهور جدا يعني، ونص شيق لأنه بيتكلم عن أحداث مختلفة، عن الاختطاف وعلاقته بظهور ضد المسيح ومجيء الرب الثاني. هنشرح الكلام ده كله دلوقتي. قبل الفاصل كنا بنتكلم على إن إزاي أول آية في الإصحاح الثاني بتتكلم عن الاختطاف،
نسألكم أي الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا معه. بتكلم عن الاختطاف. طيب بعد كده بقى ركزوا معايا لأن الموضوع هيزداد صعوبة شوية وإحنا عايزين نفهم كلمة الله. من المهم جدا أن نفهم كلمة الله. الرب يسوع مرة قال كده، قال لماذا لا تفهمون كلامي؟ عايزين نفهم كلمة الله الحية. النص اللي احنا بندرسه النهاردة اللي احنا قريناه بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ثلاث حاجات. عن المجيء الثاني. المجيء الثاني احداث كتيرة هتبقى البداية بتاعتها هو ظهور ضد المسيح. يعني اول حاجة هتحصل في السبع سنين دي هو شخصية بشعة جدا هنتكلم عنها بعدين، هو ضد المسيح. بس ضد المسيح ده مش هيقدر يظهر غير لما حاجة معينة تختفي. الحاجة دي كتمة على نفسه. يعني على فكرة ضد المسيح ممكن يكون مولود دلوقتي وعايش وسطينا بس مش قادر يعلن عن نفسه، ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يتصرف، ما يقدرش يتصرف حتى كإنسان كويس، لا ما يقدرش يعمل أي حاجة. ليه؟ لأن ضد المسيح بيشتغل بشكل مباشر وكلي بقوة إبليس، وما يقدرش يشتغل بالشكل ده اللي عمر ما العالم شافه إلا لو في حاجة معينة في الأرض زي ما هنشوف دلوقتي اتشالت. إيه الحاجة دي؟ اسمها الذي يحجز. يبقى إذن عندنا علشان المجيء الثاني يبدأ لازم ضد المسيح يشتغل، وعلشان ضد المسيح يشتغل لازم الحاجة دي تتشال. إذن بولس الرسول بيقول لشعب تسالونيكي لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأن المجيء الثاني، لأن الرب يسوع، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. وأنا دلوقتي عايز أدرس معاكم كلمة الارتداد. إيه الحاجة دي اللي اسمها الارتداد؟ عايز يقول إن الارتداد ده مرتبط ارتباط شرطي باستعلان ضد المسيح اللي هو انطلاقة أحداث المجيء الثاني. يعني عايز يقولنا ايه برضو؟ انا معلش انا ببسط شوية. عايز يقول ان الحاجتين دول لازم يبقى ليهم علاقة مباشرة، اللي هو بيسميه هنا الارتداد، بس ما تركزوش مع الكلمة دي قوي دلوقتي، كلمة الارتداد وظهور ضد المسيح او استعلان ضد المسيح ليهم علاقة مباشرة جدا بالمجيء الثاني، وليهم علاقة مباشرة بينهم وبين بعض كمان، لان واحد منهم بيحجز التاني. يعني لازم يبقى في علاقة أفقية بينهم وبين بعض وعلاقة رأسية بالمجيء الثاني. يأتي الارتداد اولا، وبعد ان يأتي الارتداد يقدر بقى ضد المسيح أن يستعلن، يستعلن إنسان الخطية. وكلمة أولا معناها إن في ارتباط. بولس الرسول كتب هنا يأتي الارتداد أولا فيستعلن إنسان الخطية، يعني اللي يجي الارتداد دوا وهيشرح بعد كده الاثنين. عشان أنا ليه عمال أطول؟ عشان عايز أقول لكم كده من الآخر، الارتداد اللي مكتوب عنه هنا مش الارتداد اللي احنا بنسمع عنه اللي هو ترك الإيمان القويم من مجموعات من المؤمنين أو القديسين. الكلام ده غالبا مش صح لثلاث مشاكل. طب ايه علاقة الارتداد الروحي ان مؤمنين يسيبوا الإيمان يرتدوا بالمجيء الثاني؟ ايه علاقة الارتداد الروحي ان مؤمنين يتركوا الإيمان بالمجيء الثاني؟ الارتداد حدث مستمر. انا اعرف ناس ارتدوا شفتهم من 10 سنين، وفي ناس ارتدوا بالبلاد كامل بالكامل ارتدت من حوالي 200 سنة، ومن 500 سنة، ومن 1400 سنة في ارتداد حصل. طب يعني المجيء المسيحي ما جاش، يعني المجيء الثاني لم يحدث؟ يبقى دي اول مشكلة. المشكلة الثانية، ما علاقة الارتداد الروحي ان ناس تسيب المسيح بمجيء ضد المسيح؟ ما فيش علاقة، ده بالعكس، ده ضد المسيح هيزود الارتداد، لكن الارتداد لا يأتي بضد المسيح. المشكلة التالتة، بولس الرسول لما شرح بعد كده بالتفصيل ما شرحش خالص حاجة عن الارتداد الروحي.
يعني أنا عايز أقول إيه؟ المشكلة في اللغة، لأنه في اللغة العربية وبسبب الثقافة الإسلامية كلمة الارتداد بقى لها معنى واحد، ترك الإيمان، وده مأزق هيخلينا احتمال مش فاهمين كلمة الله هنا. ليه؟ الفعل العربي ردد ره دال دال ره دال دال يعني رجع، ارتد يعني ترك الإيمان، الرجوع وترك الإيمان، ده في اللغة العربية. لكن أنا مش الإنجيل لم يكتب بالعربي، الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية. قبل ما أدخل بس في اليوناني عايز أقول حاجة، أنا عارف إن لم يكن كل حضراتكم وحضراتكن، فإن غالبية اللي بيسمعوني دلوقتي عارفين وسمعوا عشرات المرات أن الكتاب المقدس هنا يتكلم عن الارتداد عن الإيمان، وأن المجيء الثاني مش هيبدأ إلا بالارتداد عن الإيمان. أنا عارف كده، عشان كده بدأت الحلقة دي وأنا بفكركم بمزمور 119. كلمة الله واسعة جدا بما قاله الرب يسوع في إنجيل متى عن الجدد والعتقاء. فأرجوك وأرجوكي ما تضطربش لو سمعت حاجة جديدة، تحدى كلمة الله، عد إلى كلمة الله وخليك زي أهل بريه، ادرس وشوف هل هذه الأمور فعلا هكذا ولا دي أمور مش صحيحة. دلوقتي بس بقى أقول لكم تعالوا نرجع لكتابنا المقدس في اللغة اليونانية، لأن النص ده بالعربي مش واضح. في اليوناني الكلمة اللي جت هنا الارتداد أبوستاسي، أبوستاسي باليوناني لو نحطها في القاموس، في قاموس اسمه قاموس ليدل، لو حطيتها في قاموس ليدل أبوستاسي هيقول لي هذه الكلمة لها ثلاث معاني. خلي بالكم بقى، هنا احنا هنا مش هنتكلم عن الارتداد علشان ما نختلفش عليه، ده كلمة عربي، يعني المترجم بالعربي ترجمها للارتداد، ولأن الارتداد في العربي في ذهننا هو ترك الإيمان انتشرت هذه الكلمة رغم عدم منطقيتها. هنشوف دلوقتي، نكمل بس الدراسة، ناخد الكلمة اليوناني ونحطها في القاموس معناها إيه. يقول لي معناها ثلاث معاني فقط لا غير، قاموس ليدل بيقول كده. وقاموس ليدل ده كتاب بيدرس اليوناني القديم بتاع الثقافة الهيلينية ومتخصص في كلمات الكتاب المقدس اليونانية. يقول معناها السقوط، فولين داون، واحد بيقع، ومعناها الرحيل المادي أو المغادرة، ديبارتشر، واحد مشي. يعني الكلمة دي معناها إيه؟ معناها المغادرة، نمشي، ومعناها الاختفاء، disappearance. الكلام ده موجود بالحرف في The Greek English Lexicon بتاع ليدن أند سكوت مجلد 1218. معلش أنا حطيت لأول مرة بحط الريفرنس بتاع المعلومة لأن الكلمة دي كلمة مستقرة في الثقافة بتاعتنا. بولس الرسول هنا بيتكلم عن حاجة لها ثلاث معاني، يا مغادرة يا سقوط يا اختفاء. طب بيتكلم عن إيه؟ تعالوا نعمل حاجة تانية بنعملها كتير في البرنامج ده، ناخد الكلمة دي وندرسها في قواميس أخرى أو في الكتاب المقدس نفسه. تعالوا دلوقتي بقى بعد ما شفنا حتة في القاموس، تعالوا نروح للكتاب المقدس نفسه. هنلاقي الكلمة دي في الكتاب المقدس جت 16 مرة، رائع جدا، يعني مش 300 مرة هندرسها ازاي، 16 مرة. يعني ممكن حد من حضراتكم يروح لأي قاموس يوناني يلاقي الكلمة دي في الكتاب المقدس 16 مرة، يكتبهم على ورقة ويدرس ال 16 آية. هقول لكم مفاجأة بقى، في ال 16 مرة بلا استثناء تعني المغادرة، تعني مش الارتداد الروحي. أنا عارف، أنا قريت كتب كتيرة جدا يقولوا أن هذه الكلمة تعني في لاهوت العهد الجديد الارتداد الروحي. طب جبناه منين؟ ما العهد الجديد استخدم الكلمة دي 16 مرة. تعالوا ناخد أمثلة من ال 16 مرة. لا تعني على الإطلاق مغادرة الإيمان. يعني مثلا في لوقا 2، عارفين كلكم طبعا حنة بنت فانوئيل النبية، مكتوب عنها في لوقا 2، وكانت حنة ام أرملة
نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل. هي دي الكلمة دي تفارق، المفارقة ما كانتش بتسيب. الكلمة دي معناها ايه؟ معناها تسيب. هي بقى ما كانتش بتسيب. يبقى هادي اول استخدام في لوقا 2:37. ناخد مثل تاني في ابليس في التجربة على الجبل، مكتوب كده روح قدس يكتب في لوقا 4 ايه؟ ولما اكمل ابليس كل تجربة عمل ايه؟ بعد ما جرب الرب التجارب الثلاث، بعد ما جرب الرب كل تجاربه عمل ايه؟ مكتوب فارقه الى حين. فارقه اهي الكلمة اليوناني دي جت هنا. اذا معناها ايه؟ معناها تسيب، مش معناها الارتداد. وانا اقول لكم دلوقتي ليه بنفهمها الارتداد، يعني تسيب تغادر. ابليس غادر الرب، ابليس هرب من الرب، ابليس فارق الرب زي ما هو مكتوب في لوقا 4:13 في الترجمة اللي بين ايدينا. ناخد مثل ثالث، وناخد امثله كتيره علشان انا عارف ان هذه الكلمه ممكن تكون يعني احنا ظلمنا هذه الكلمه. في مثل الدخول من الباب الضيق، الرب يسوع في لوقا 13 يقول ايه؟ اقول لكم لا اعرفكم من اين انتم، تباعدوا عني، تباعدوا تباعدوا، ابعدوا عني، فرقوني يا جميع فاعل الظلم. هو نفس الفعل اللي جه هنا، نفس الفعل بالحرف اللي ذكر في تسالونيك الثانية صح 2، تباعدوا ابعدوا عني، ابعدوا عني. إذن لن يأتي الرب يسوع إن لم يأتي المفارقة الأول، لن يأتي الرب يسوع إن لم يأتي التباعد الأول، مش الارتداد. طيب تعالوا ناخد مثل رابع في بلاش الأناجيل في سفر أعمال الرسل. غملائيل بيقول لليهود ايه؟ كانوا اليهود عايزين، قادة اليهود والسنادرين بيتعبوا المسيحيين يعني، فقال لهم بص يا جماعة اقول لكم تنحوا عن هؤلاء، تنحوا ابعدوا عنهم. هي نفس الكلمة استخدمها غملائيل في أعمال 5 هي اللي جت في تسالونيكي الثانية صح 2، تنحوا عن هؤلاء واتركوهم. إذن لن يأتي الرب في المجيء الثاني إن لم يحدث التنحي، إن لم يحدث المغادرة، إن لم تحدث التباعد. دي كلها ترجمات للكلمة، وترجمات إيه؟ من نفس الكتاب المقدس اللي في إيدينا. أخد مثل تاني أوضح، القديس بطرس الرسول في أعمال 12 كان في السجن، كلنا عارفين القصة. في أعمال 12 كان في السجن وجي الملاك، والملاك خرج بطرس الرسول من السجن. يقول لنا ايه الروح القدس في عدد 10؟ الملاك اخذ بطرس في ايده فاجتاز المحرس الاول. السجن كان ليه حراسة اولى وحراسة تانية، اجتاز المحرس الاول والحراس مش واخدين بالهم، وبعدين اجتازوا المحرس التاني، وبعد المحرس التاني كان في باب حديد. الباب الحديد ده بقى اللي بيطلعك على المدينة. وأتي إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة فانفتح لهما من ذاته. يعني أول ما الملاك قرب كده وهو ساحب بطرس الرسول في إيده، راح الباب اتفتح الحديد، فخرج وتقدم زقاقا واحدا. يعني الملاك ما سابش بطرس الرسول، ده مشي معاه كمان شارع كامل، زقاق واحد يعني شارع بالكامل. وبعد ما تأكد بقى، يعني الملاك ما سابش بطرس من أول لحظة، ده مشي مع المحرس الأول والمحرس الثاني والباب الحديد. وبعد الزقاق الأول يقول لنا آية مهمة جدا لي أنا النهاردة وللوقت، يعني في اللحظة دي فارقه. هي نفس الكلمة اليوناني، فارقه الملاك. يبقى إذن الكلمة دي مش معناها، مش الملاك ارتد روحيا تبقى مصيبة، لا طبعا الملاك ما ارتدش، هو فارق بطرس، ترك بطرس. إذن الكلمة دي هادي مثل رابع، بيعني أن لاهوتيا وكتابيا هذه الكلمة تعني إيه؟ تعني المفارقة، تعني التباعد، تعني التنحي، تعني المغادرة، تعني الترك، لكن لا تعني الارتداد على الإطلاق. طب وحد يجي يسألني يعني الكلمة دي عمرها ما استخدمت بمعنى الارتداد؟ هقول لك لا، استخدمت، واستخدمت في كلمة الله 3 مرات بمعنى الارتداد، بس بشرط
يشرح لي يقول لي أصل الكلمة دي معناها، تعالوا بقى نفهم الحكاية إيه. الكلمة دي معناها المغادرة، ففي واحد يغادر البيت، في واحد يغادر بطرس الرسول، في حنة لم تغادر الهيكل، في واحد بقى غادر الإيمان. غادر الإيمان، بس لازم تبقى إيه؟ غادر الإيمان مشروحة. هديكم الثلاث حالات دول. أول مرة من الحالات دي كانت موجودة في بولس في سفر الأعمال 21. الإخوة بيقولوا لبولس اللي هو شاول إيه؟ وقد أخبروا عنك، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم. بتعلمهم إيه يا شاول أو يا بولس؟ الارتداد عن موسى. كلمة الارتداد دي هي هنا المغادرة، بس جاي بعدها إيه؟ عن موسى. فهي كلمة المغادرة عن موسى أو ترك تعاليم موسى. فالمترجم بالعربي ترك التعليم، ترك الإيمان، يسمى إيه بالعربي الفصحى؟ الارتداد. لكن هي حرفياً مش الارتداد عن موسى، البعد عن موسى، المغادرة لتعاليم موسى اللي هي معناها صح الارتداد. إذن يمكن لهذه الكلمة أن يبقى معناها الارتداد لو اتشرحت في السياق. وجد بنفس الكلام برضو كذا مرة، يعني مثل تاني في تيميساوس الأولى عدد 4، ولكن الروح يقول صريحا، ودي برضو عن نهاية الأيام، آية مهمة، أنه في الأزمنة الأخيرة. بس مش في الضيقة العظيمة، في الأزمنة، مش في الزمان الواحد، في الأزمنة الأخيرة. يرتد قوم، يرتد جت هنا بمعنى الارتداد، يرتد قوم، بس كاتب إيه؟ عن الإيمان، يعني يترك بعض الإيمان أو يغادر بعض الإيمان. فترجمها الرجل بالعربي هنا فان دايك أو البستاني يرتد. ليه؟ لأنه ترك الإيمان ارتداد. ده صح. تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين، ودي بتحصل في كل الأزمنة الأخيرة. إذن مشروحة، عندما تأتي مشروحة بمعنى ترك الإيمان يمكن أن تترجم الارتداد. وعندنا مثل تاني في لوقا 8، في مثل الزارع الذي على الصخر، هم الذين يسمعوا ويقبلون الكلمة بفرح، ولكن ليس لهم أصل، فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة إيه؟ يرتدون. يعني إيه يرتدون؟ يعني يطيروا، يعني يبعدوا عن الكلمة. لكن دي معناها إيه؟ معناها يبعد حرفياً. هنكمل، عندي كلام كتير عايز أقوله، لأن تغيير معنى الكلمة هنا إلى المعنى الأصلي اللي قصد الروح القدس أنه ارتداد، في منتهى الأهمية لفهم النص النبوي في تسالونيك الثانية. ولكن هستأذنكم في فاصل قصير وأراكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات بعد الفاصل في الجزء الثالث من حلقتنا النهاردة، وبنتكلم في نقطة صعبة، وصعوبتها ان احنا تعودنا نقرا ان الايه دي بتكلم عن الارتداد. الحقيقه لا، الايه دي بتكلم عن الاختطاف مش الارتداد، لان الكلمه حرفيا معناها المغادره، معناها الترك، معناها التباعد، معناها التنحي، معناها ان في حاجه معينه هتتشال. وهيشرح بولس الرسول دلوقتي، وانا قبل ما ادخل للشرح ده عايز اقول لكم في اكتر من دليل. يعني انا شرحت باستفاضه الكلمه والقاموس، وطبعا كنت عايز اجيب قواميس ثانيه، بس يعني طبعا في 6 قواميس يوناني مشهوره كلها بتتفق على هذا الكلام، ان هذه الكلمه من حيث اللغه ملهاش علاقة بالارتداد الروحي. واللاهوت الكتابي من حيث استخدام الكتاب المقدس لهذه الكلمة في أكثر من 10 مواضع مش معناها الارتداد الروحي، وأنه عندما تستخدم بمعنى الارتداد الروحي تبقى مشروحة بمعنى مغادرة الإيمان، زي ما شفنا في سفر الأعمال مغادرة أو ترك موسى أو البعد عن موسى. عندي دليل تاني، الكلمة بولس الرسول كتبها هنا كأنها حاجة هم عارفينها، إن لم يأتي الارتداد. يعني كتب عنها قبل كده في الرسالة الأولى، هو ما كتبش عن الارتداد في الرسالة الأولى خالص. كتب عن إيه في الرسالة الأولى وهم عارفينها؟ عن الاختطاف. يبقى هو زي ما بيسمي الاختطاف الاجتماع مع الرب في عدد 1 بيسميه هنا الارتداد. عندي دليل ثالث،
في العنوان يعني لدينا الارتداد هنا هو لما شرح تحت، يعني أصل بولس الرسول هنا بيتكلم عن حاجتين مكتوب هنا، الارتداد إن لم يأتي الارتداد أولا، وبعد كده إيه استعلان إنسان الخطية، وبعد كده بيشرح بقى. فما بيشرحش الارتداد، بيشرح حاجتين، بيشرح ضد المسيح وبيشرح الاختطاف، فكرة الذي يحجز والوسط اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي. المهم عندنا أدلة كتيرة جدا، دليل رابع ان الارتداد لا يصلح ان يكون علامة على الضيقة العظيمة، لان الارتداد هو حدث سيتم في الأزمنة وليس في الزمان الأخير، يعني قبل المجيء الثاني بأزمنة، وإحنا شفنا ده وعشناه، يعني المشكلة إن إحنا كمان عايشين وشفنا الارتداد. تعالوا نروح دلوقتي للقضية الثالثة. يبقى تكلمنا عن القضية الأولى هي قضية الاجتماع مع الرب، هو ده الاختطاف. القضية الثانية الارتداد وهو ده الاختطاف. تعالوا للقضية الثالثة بقى والمهمة والحساسة، إيه حكاية يحجز الذي في الوسط؟ الآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلم في وقته. في حاجة موجودة على الأرض منع ضد المسيح، كتمة على نفس ضد المسيح، الحاجة دي اللي بتحجز. في عدد 6 بيقول انتوا عارفينها، في عدد 7 بقى بيقول ايه بقى؟ بيقول إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. يعني الحاجة دي اللي كتمة على ضد المسيح هيجي وقت من الأوقات هتتشال، وأول ما تتشال ضد المسيح يشتغل. إيه الحاجة دي اللي قال عنها الارتداد؟ طبعا الارتداد لا طبعا ما ينفعش، ما إيه هو؟ اختطاف الكنيسة. تعالوا نمسك الآية دي كلمة كلمة عشان نفهمها. أول حاجة عايز أتكلم عنها كلمة يحجز، بس قبل ما أتكلم عايز أكون متأكد إن الفكرة وضحت. إيه الفكرة دي؟ أن الكنيسة المنقادة بالروح القدس، المعمدة بالروح القدس، الممتزجة بالروح القدس، التي يسكن فيها روح القدس، فطول ما هي موجودة على الأرض ضد المسيح ما يقدرش يشتغل. ليه؟ لأن ضد المسيح عشان يشتغل محتاج كل قوة إبليس. أنتوا ما شفتوش ما هي كل قوة إبليس. فهيجي وقت بقى يروح الكنيسة بالروح القدس اللي فيها يتسحبوا من الأرض في الاختطاف. أول ما يتسحبوا ضد المسيح يقدر يعلن عن نفسه ويبدأ يشتغل بسرعة، وما دام يشتغل بسرعة يبدأ العداد بتاع الضيقة العظيمة اللي هي 7 سنين الأخيرة. كلمة يحجز، هذا الشيء الذي يحجز، الكلمة ببساطة معناها في اليوناني يعطل، معناها يحج، يعني حاجة تقف كده في الشارع في نص الطريق تعطل اللي ماشي أو العربية اللي ماشية. والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته. وعلى فكرة كلمة يحجز جت مرتين، الآن تعلمون ما يحجز، وبعد كده قال لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي إيه؟ يحجز الآن. الكلمة مهمة اتكررت مرتين، الفعل يحجز، وعلى جه في الزمن اليوناني زمن مضارع مستمر، يعني 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 موجود دلوقتي وموجود من ويبقى موجود بعد شوية، يعني موجود باستمرار. معناه ايه في القاموس؟ معناه يعطل او يوقف، يوقف بالظبط كده حرفيا، حاجة تتحط في الطريق في نص الطريق فالناس ما تقدرش تمشي، الناس تقف. فحاجة بتحجز يعني حاجة بتوقف، هي تحجز بتوقف سريان شيء. أصل الفعل اليوناني، أصل الفعل اليوناني كاتا، الفعل اللي جه هنا ده اللي هو يحجز كاتا، وفي مقطع تاني بقى إخو، يعني هو كاتا إخو. يعني إيه كاتا إخو؟ كاتا يعني من تحت، كاتا باليوناني يعني من تحت، وإخو يعني يمسك، يعني واحد يبقى واحد بيطير يجي حد يروح ماسكه من تحت فحجزوا عن الطيران. واحد بيمشي جي واحد راح مفرمله راح مسكه داون يعني. والفعل ده جي على فكرة 18 مرة في العهد الجديد، هفكركم بعد المواقف مش كتير عشان الوقت، ولكن عشان تدركوا معنى الفعل. يعني في لوقا 4، ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، والناس كانت بتفتش عليه بتدور عليه، كانت الجموع تفتشون عن الرب، فجبوا لو أول ما جوه هو كان عايز يسيبهم ويروح يكمل صلاة، فأمسكوه لئلا يذهب. حجزوه هنا بقى، يعني وقفوا كده قالوا طب مش هنسيبك تروح الجبل تاني، انت لازم تفضل معانا. مكتوب كده في لوقا 4 أمسكوه لئلا يذهب، عطلوه يعني.
في رسالة روميا الإصحاح الأول، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. في ناس بتحجز الحق عن طريق الخطية. مش هنقول يعني أدلة تاني، لكن الفكرة كده واضحة. إذن الكنيسة على الأرض بالروح القدس الاثنين مع بعض بيقدروا يعملوا إيه؟ يوقفوا ضد المسيح، يحجزوه، يعطلوه. طيب أنا عمال أقول، قلت مرتين أو ثلاث مرات الكنيسة والروح القدس. طب مين عرفني إن هو هنا بيتكلم؟ لأنه هو ما قالش الكنيسة، قال الذي يحجز. ما هو الذي يحجز؟ طيب تعالوا ندرسها مع بعض لأنها مهمة. وهو بيتكلم هنا، اتكلم عن اللي بيحجز مرتين، وكل مرة اتكلم عنه بضمير الغائب باليوناني في عدد 6 وعدد 7. في عدد 6 باليوناني استخدم الذي يحجز، هو اللي بيحجز يعني، ضمير مذكر. في اليوناني في ضمير مذكر، في ضمير مؤنث، وفي ضمير ثالث في العربي مش موجود اسمه متعادل، نيوترال، لا هو لا هو مذكر ولا هو مؤنث. في عدد 6 قال ضمير مذكر، وفي عدد 7 قال ضمير متعادل. يجي واحد من الناس الشطار بتعوت النحو اليوناني، الجرامر اليوناني، ويقول احنا مش فاهمين النحو بتاع الكلام ده، ده مش ممكن يكون كلام ربنا لان النحو اللي فيه. لا، انت مش فاهم، ده كلام نبوي، والروح واللي كتب الكلام ده هو كتبه شخص واحد في نفس اللحظة، غير الضمير. هو واعي جدا ان في ضمير مذكر وفي ضمير متعادل، هو عارف كده، دي مش غلطة، والغلطة دي ما تتعملش حتى لو كان مستوى بسيط جدا في اللغة. هي مش غلطة، هي استخدام توظيف للغة نبويا، ودي عندنا أدلة عليها كتيرة جدا في الكتاب المقدس. إذن وحي الكتاب المقدس مهم جدا إن احنا ندقق بكل، حتى في الضمير، زي ما الرب يسوع عمل مرة واستخدم أثبت قضية مهمة جدا، قضية القيامة، من حاجة صغيرة جدا، من زمن الفعل، لما كان بيتكلم عن الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليس إله أحياء ولكن ليس إله أموات ولكن إله أحياء. هنا بقى الروح القدس عايز يقول لي إيه؟ عايز يقول إن الحاجز ده اللي هيحجز ضد المسيح، ضد اللي هيرفع، هذا الحاجز يعبر عنه بضميرين، يعبر عنه بضمير مذكر ويعبر عنه بضمير متعادل، لأنه مش كيان واحد بسيط، لأنه بيتكلم عن الكنيسة وعن الروح القدس في نفس الوقت، الكنيسة والروح القدس مع بعض، واحد منهم دايما بيجي بضمير مذكر، واحد منهم دايما بيجي بضمير متعادل، ولكن لأن الموقف ده في تفكير وتدبير الروح القدس وهو بيكتب هذه الرسالة، بيتكلم سريا عن الكنيسة الممتزجة بروح القدس، أو الروح القدس الساكن في الكنيسة بلا انفصال، فيكتب عنهم مرة بضمير كده ومرة بضمير كده في نفس الجملة، مش في كتابين مختلفين. عبر التاريخ ناس كتيرة حبت تقولوا مين اللي بيحجز ده، حد قال الامبراطورية الرومانية، طبعا ده غلط، وهذه الامبراطورية الرومانية مشيت من زمان وما جاش ضد المسيح ولا حاجة، حد قال الشيطان، مش ممكن الشيطان يكون هو، لان ما فيش بيت ينقسم على ذاته ويستمر، كيف يكون الشيطان هو اللي بيحجز ضد المسيح وضد المسيح بيعمل بعمل الشيطان، حد قال الكنيسة لوحدها، طبعا الكلام ده مش صح، لأن الكنيسة لوحدها لا يمكن أنها تقاوم كل قوة وعلامات وكذب العجائب زي مكتوب عنها في تسالونيك الثانية إصحاح 2 عدد 9. حد قال الروح القدس فقط سيرفع، وده خطر جدا، لأن الروح القدس لا يغادر الكنيسة، الروح القدس لا يترك الكنيسة، الكنيسة هي الكيان الذي يسكن فيه الروح القدس، وبدون روح قدس ما تعتبرش الكنيسة كنيسة. أنا عايز أقول لكم أكتر من كده كمان، لو الروح القدس ساب الأرض دلوقتي يبقى ما فيش كنيسة على الأرض، ما يبقاش اسمها كنيسة أصلا،
فنقول ان الكنيسة ما سابتش الارض، لا لا لا، الكيان لا ينفصل، اتحاد الروح القدس لا ينفصل. وعندنا وعد، يعني الرب يسوع نفسه قال لنا كلام مهم جدا، قال لنا اي مشكلة هتمروا بيها ككنيسة ان ساقوكم ليسلموكم الى حكام فلا تعولوا هم من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا. أعطيتم منين؟ يكمل يقول إيه؟ لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. إذن الكنيسة، لو أنت بتقول للكنيسة هتفضل على الأرض في الضيقة العظيمة بس من غير الروح القدس، أقول لك ده خطأ كتابي، لأن الرب يسوع بيقول أي ضيقة، فما بالك بقى بالضيقة العظيمة، أي ضيقة هتمر بها الكنيسة هتتكلم بالروح القدس الذي يسكن فيها. إذن ما دامت الكنيسة موجودة على الأرض يبقى لابد أن يكون الروح القدس موجود على الأرض. ومعلش سامحوني إذا كنت أنا بسرع بسرعة، لأن عايز أخلص، عايز أقول كلام كتير جدا في هذه النقطة. الذي يحجز هي الكنيسة الممتلئة بالروح القدس، الكنيسة التي يسكن فيها الروح القدس، الكنيسة المعمدة بالروح القدس. الاثنين مع بعض هم دول اللي بيمنعوا. إذن ده كلام مهم جدا. نفهم بقى تدبير الله إيه. ما تستهونوش بوجود الكنيسة في العالم. الكنيسة في العالم باللي هي فيه، بضعفها، بمشاكلها، شايلة عن العالم بلاوي كتيرة. الكنيسة بوجودها في العالم بتحد بكل قوة عمل إبليس في العالم، مش لأن أنا قوي وحضرتك عظيم وحضرتك شطرة على الإطلاق، ولكن لأن الروح القدس الذي سكن في الأرض لما نزل على الكنيسة، سكن في الكنيسة، بقى يحد من عمل إبليس، وبقى يحد من عمل قوى الشر في هذا العالم. إذن لو نقرأ الآية دي دلوقتي بقى مرة تانية. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي المسيح، لا يأتي المجيء الثاني، إن لم يحدث الاختطاف أولا. وأول ما يحدث الاختطاف يستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك، المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها حتى أنه يجلس في هيكل الله. وبعد كده يقول أما تعلمون ما يحجز، أما تعلمون أن الكنيسة بالروح القدس بتعطل إبليس حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم يعمل الآن فقط ولكن إلى أن يرفع من الوسط الكنيسة بالروح القدس، فإيه يستعلن الأسيم. وأول ما يستعلن الأسيم تبدأ أحداث المجيء الثاني في السريان. طيب هروح بس الحتة برضو صغيرة عايز أتكلم عنها، هي فكرة الحجز، الحجز نفسها، يعني فكرة الحجز عن طريق الكنيسة الممتلئة بالروح القدس. بصوا النصوص الأخروية فيها حاجات صعبة جدا. أحيانا الناس يقولوا أنتوا ليه بتتكلموا عن أمور صعبة؟ ليه بتتكلموا عن خراب دول وعن موت آلاف أو ملايين في الحقيقة يعني، وعن آلام وعن جفاف أنهار وعن فقر وعن جوع مجاعات وعن حروب؟ ليه بتتكلموا عن كده؟ لأن هو ده الواقع. يعني لازم تعرفوا أن العالم مقبل على هذا الوقت، مش لأن الله عايز كده للعالم، ولكن لأن ده الوضع الطبيعي الذي وضع فيه العالم، أن العالم وضع نفسه فيه. ولكن كل اللي هيعمله ربنا أنه هو هيسحب حمايته، هيرفع إيده، وتبدأ الدنيا تمشي. واحنا اعتقد شرحنا في حلقة من حلقات النبوات على الفلسطينيين نفس الفكرة، فانا مش عايز اكرر بالايات نفس اللي انا قلته، لكن اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان النصوص الاخروية تحتوي على نهاية صعبة ومؤلمة جدا للعالم، وان وجود الكنيسة وسط العالم جعل الرب يقيد احداث النهاية. وهنا بيستخدم له تعبير ايه؟ يحجز. فدي فكرة الحجز. توجد تشبيهات كتيرة، يعني على فكرة لما نيجي ندرس سفر الرؤيا، وعلى فكرة هندخل في سفر الرؤيا بأسرع ما يمكن، يمكن الحلقة الجاية لو أراد الرب وعشنا، لما نسمع عن حاجة اسمها الأختام. إيه هي الأختام دي؟ الحاجز. الأختام السبعة دي يعني حاجات بتقيد الشر
لكن أول ما نفك الختم ينطلق الشر. فالأختام اللي موجودة في رؤية إصحاح 6 هي دي فكرة الحجز، فكرة تجميد الألم، فكرة. طيب آخر دقيقة كده هتكلم معاكم في نقطة أخيرة في موضوع الرفع بقى، عندما يرفع. يقول كده لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن إيه؟ يرفع من الوسط الذي يحجز. ما هو الذي يحجز؟ هو الكنيسة. يبقى إيه هو رفع الكنيسة؟ الاختطاف. إذن في تسالونيك الثانية صح 2 الاختطاف ذكر 3 مرات بثلاث مصطلحات مختلفة: اجتماع مع الرب، ارتداد يعني عودة أو مغادرة الأرض، وأخيرا الرفع. وكلمة يرفع، قريت كذا كتاب خلي بالكم يقولوا كلمة يرفع يعني يفقد فعاليته، يفقد تأثيره. لغويا ده خطأ، يعني لو رحت للقاموس هتلاقي الكلمة حرفيا، يعني الكلمة اليونانية حرفيا اك. على فكرة اك دي هي اللي احنا درسناها قبل كده وهندرسها تاني. على فكرة حرف جر مهم جدا، اك ميزو يعني تحوش حاجة من نص الطريق، يعني مش الكنيسة تفقد فعاليتها، لن تفقد الكنيسة فعاليتها، ولكن مكان الكنيسة هينتقل من على الأرض إلى السماء. هي دي النقطة المهمة جدا، يرفع يعني ينتقل مكان الكنيسة من على الأرض إلى السماء، اللي هو اللي احنا عارفينه بكلمة الاختطاف، دون أن تفقد الكنيسة فعاليتها، ودون أن تفقد قوتها، ودون أن تفقد تأثيرها، بل بالعكس ستكتسب الكنيسة قوة جديدة وفاعلية جديدة.